أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب اللغة العربية في الأسبوع الخامس. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستقوم بتمييز أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام عزيزي الطالب هو طلب الفهم وإصلاحاً عبارة عن أسلوب أو تركيب يستعمله السائل لمعرفة شيء كان يجهله. أما عناصر أسلوب الاستفهام يتكون من أداة استفهام وهو الحرف أو الاسم، المستفهم عنه وهو مضمون الجملة، والجواب. أدوات الاستفهام تنقسم أدوات الاستفهام إلى قسمين وهما الاستفهام بالحروف والاستفهام بالأسماء. الاستفهام بالحروف بالاستفهام بهل يستفهم بهل عن مضمون الجملة المثبتة ويكون الجواب عنها بنعم في الإثبات ولا في النفي. مثال على ذلك، هل حضر زيد؟ هنا هل أداة استفهام، المستفهم عنه مضمون الجملة هو حضور زيد. أما الجواب بالإثبات نعم وهو أجل حضر زيد. أما الجواب بالنفي لا لم يحضر زيد. الاستفهام بالهمزة يستفهم بالهمزة عن مضمون الجملة المثبتة مثل هل، ويكون الجواب عنها بنعم في الإثبات ولا في النفي، كما يستفهم بها عن مضمون الجملة المنفية المسبوقة بنفي لا، ما، ليس، لم، ويكون الجواب عنها ببلى في الإثبات وبنعم في النفي. ويستفهم بها أيضا لاختيار شيء من شيئين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الجواب بالتعيين أو بتحديد شيء واحد نحو ألف الرياضة هي هوايتك المفضلة أم المطالعة؟ الجواب الرياضة هي هوايتي المفضلة. وإذا ورد بعد الهمزة ألف نفي أليس ألا ألم ألن ألا، كان جواب بلا للإثبات، بلا نحن من هواة جمع الطوابع البريدية، وبنعم للنفي نعم لسنا من هواة جمع الطوابع البريدية. الفرق بين الحروف المتقاربة في الشكل، بين كل حرفين متجاورين سواء كانا في كلمة واحدة أو كلمتين علاقة يحدد نوعها مدى اتفاق الحرفان أو اختلافهما أو تقاربهما في المخرج. نوع العلاقة، تنقسم علاقة الحروف إلى أربعة أقسام: التماثل، التجانس، التقارب، والحرفان متقاربان في المخرج دون الصفات الدال والسين وقد وسمع. الحرفان متقاربان في الصفات دون المخرج الشين والسين نحو العرش وسبيلا. الحرفان متقاربان في المخرج والمتفقان في الصفات كالحاء والهاء نحو فسبحوا. التباعد، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحرفان المتباعدان في المخرج في صفة واحدة كالهمزة والدال، والحرفان المتباعدان في المخرج والمختلفان في أكثر من صفة كالهمزة والصاد. الحرفان المتباعدان في المخرج والمتفقان في الصفات كالهاء والثاء نحو يلهث. المراد بالتقارب على الأرجح هو التقارب النسبي لشموله على كل ما ورد في الرواية سواء الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين. بعد عزيزي الطالب التعرف على أدوات الاستفهام والحروف المتقاربة، ننتقل إلى حوار النص في أين نقوم بحل أسئلة النص، وعليك بعد ذلك تقوم البحث في الأسطر الأربعة الأولى من النص ضد كل من الكلمات الآتية: الضعف، العدو، التواضع، القبيح. وعليك عزيز الطالب أن تجمع من النص ثلاث كلمات تدل على تفاخر الفيل، والبحث عن كلمتين أو عبارتين تدلان على الغابة وأخريان تدلان على الصحراء. بعد ذلك نستخرج من النص جمل استفهامية بما يبدأ كل منها بما ينتهي، وبعد أي فعل طرحت هذه الأسئلة وما علامات الوقف التي تلي فعل القول. بعد ذلك عزيزي الطالب في دلالاته: هل استطاع الفيل تحمل العطش؟ عليك أن تستخرج من النص جملتين تدلان على ذلك. ولماذا استطاع الجمل تحمل العطش والجوع؟ وعندما أوشك الفيل على الهلاك كيف عمله الجمل؟ على ما يدل هذا التصرف؟ اختر من النص الصفات التي تلائم الفيل والصفات التي تلائم الجمل. ويقسم النص إلى ثلاثة أقسام وهي غرور الفيل وتحديه الجمل، مباراة الجمل والفيل في الصحراء، وتخلي الفيل عن غروره. وهل عزيز الطالب أنت مع الفيل أم مع الجمل؟ عليك تبين لماذا
وسبق لك أن تحديت أحد ما أنشأ فقرة تخبرنا فيها عن هذا التحدي وأسبابه ونتائجه والدرس الذي تعلمته. شاكرة لكم حسن استماعكم وتعب